المشاهدين، هذه مباراة الختام من بطولة المحابز من قناة الديار الفضائية. مثل ما قلنا لكم اليوم الختام، واحنا كرمنا لاعبين بدرع الابداع من سفارتنا ووعدنا اللاعب الثالث. الان نكرم المهندين مهند الهندي ومهند القصاب بدرعي الابداع. تفضلوا. يلا يا هندي. الهندي هذا اللي شفتوه بالمباراة وابدع وكان مبدع جدا. مبروك يا هندي. ومهند القصاب. اذا صار عندنا شباب اربعة من ابطال بطولة المحابس، هم سهيل من شباب الكفاح ورياض الشيخ ومهند الهندي ومهند القصاب. هذه مباراة اليوم بين فريقين عملاقين، فريق المشتل وفريق الفضل. قيادة التحكيم رئيس اللجنة التحكيمية علي الشبح من الكم القيلاني، أبو طليعة رياض علمدار رياض الشيخ، وليد السامرائي، وفرقة المربعات اللي رافقتنا طيلة المباريات وطيلة الدورة هي فؤاد البغدادي وحسين القيسي. ايش عجب بوتيلا؟ نعم. انور ابو مرام، اسماعيل وياسب القهر دبل كاس، حسام سنفوره. نلتقي بكابتن الفريق، فريق المشتل العملاق الصياد القناص الأسطورة أديب البغدادي والعيساوي الفاضل كلها وياك. شنو الفاضل كلها وياك يا عيساوي؟ شنو عيني إلا بسي أمد يشموها إلا بهالقناة. ومجبل وصمام الأمان صادق أبو جعفر لفريق المشتل، واليوم يقود المباراة حكمين عمالقة الحاج أبو طليعة وصفقة لأبو طليعة والشبح علي الكردي. ليش تعض علاوي؟ ليش تعض علاوي ابني؟ واليوم يحضر المباراة نائب رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين والأعضاء، ويحضرها كل رؤساء الفرق. راح نقول أسماءهم تباعا بعد القرعة إن شاء الله. قرع لهم عن هاي هاي. هسا القرعة عد شادي. ها نعم استاذ. هسا ايش رايك؟ مطرة. نعم مطرة. علم احبس هاي استاذي. عد شادي. من الوقت شوية عندك شيء من فوق باقي اثنين من فوق. اي عيني هذا بسكسوكة سادس واحد خامس واحد. اي مصطفى ما قال وذاك قبل الاخير. اذا اعزائي المشاهدين حضر
قولي هذه المباراة راح أذيع أسباهم بعد التطليق لأن بدا أطلاق النار. راسك عيني فكر ضاع عليه فكر ضاع عليه طيب قريش طيب بهالعظمين بهالعظمين تعال شوف والله تعال شراسك والله ضاع عليه هذا سحره ترى حقي شوف بقي لك بعد واحد تعال بقي واحد بهالعظمين كل فوق بجوهر محروسة ديرة هلي واللي يحرسوها زلام يا دنيا غني الفرح زيدي الأنغام أنغام محروسة ديرة هلي واللي يحرسوها زلام وحلفنا كنا سوا نسهر عبد من نام ونبدر قابنا ونحقق الأحلام يا تاج العرب يا تاج العرب يا عراق يا غالي ويا تاج العرب يا تاج العرب يعني يا تاج العرب يا تاج العرب ايدك خويا ايدك عيني شو راسك عيني راسك عيني راسك خويا راسك حبيبي راسك عيني اي واحد ايدك خالي راسك ايدك عيني هذه نهائيات بطولة المحيب باسم قناة الديار عن نقابة اتحاد عن اتحاد أو عن رئيس اتحاد الحقوقي العراقي الأستاذ علي الشمري والأستاذ محمد الجوهر نائب رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الأستاذ زياد الخفاجي المستشار في اتحاد الحقوقيين وحضروا لاعبي رؤساء الفرق شاكر طليعة من باب الشيخ
ابو صدام العامري من الاسكان، وسمير هاشم ابو فاتن الشويلي، وحمودي بلحه من الوشاش، ستار الحداد، وابراهيم خليل من الطوبشي، كاظم زنقنه من شارع فلسطين، كما طلبها جاسم العطار. هاي على بالي يعني طلبات اغاني. جاسم العطار من الحريه. نواصل وياكم الحضور اعزائي المشاهدين. فاضل الكرادي من الكراده، محمد الدجيلي من الزويه، الحاج فؤاد، الحاج فؤاد من حي الجامعه، ابو بيداء من المربعه، ومحمد الحيدري من ابو تشير الصياد مساعده، وبطل العملاق الهندي من الدوره مهدي الهندي، وعماد الاسود من الامين، وعمار الكرخي من الكراده الكرخ، سعد الصبيحاوي من حي الجوادين، ابو كرار العطواني من العبيدي، ومساعده سعدي ابو مصطفى لاعب الفضل السابق او كابتن فريق الفضل السابق، اهلا وسهلا به، وابو ابو حسان اللامي من حي الامين. هلا عظيم كل الجو طل. هلا 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 بعد بعد احمد باقي لك دقيقتين. إيدك عيني؟ كم واحد عندك هنا؟ استاذي باقي لك دقيقة ابو شاب. طق اليسرى طق طق طق. لا يسألوني عراقيين هم نور لعيوني، عن أهل الكرامة لو يسألوني، عراقيين هم نور لعيوني، بغداد رمادي بصري تدروني، بغداد رمادي بصري تدروني، ابن دجلة وفرد وأحلى من العالي، يا تاج العرب يا تاج العرب يا تاج العرب، عيني يا تاج العرب يا عراق يا غالي. لا تستعجل احمد، راسك اخويا، راسك عيني، ايدك وراسك. شوف والله ايدك. شو راسك؟ بس راسك، راسك عيني. ايضا حضر عفوا الى هذه المباراة الختام ممثل الاستاذ فيصل الياسري، الاستاذ ديار فيصل الياسري، والاستاذ عصام الياسري، اهلا وسهلا بهم لحضورهم مباراة الختام. العب مين؟ يعني بالفوق لو بتجوز بالفوق وينه وينه فدوى اروح له؟ العظمين رحم الله والديك، العظمين
اليوم، وهذا تيتو ايضا، اللاعب تيتو حضر لهذه المباراة. ايدك عيني راسك، شو اسمه تيتو؟ لا اللاعب. هذه اليوم الحضور حصريا الى رؤساء الفرق ومساعديهم. ايدك راسك، ايدك عيني، راسك عيني، هذا جوية. ايدك ايدك علاوي، شو راسك اللي فوق؟ شو ايدك بالله؟ ايدك عيني؟ ايدك؟ ايدك بالله؟ ايدك عيني؟ ايدك مرت الاخ؟ ايدك؟ ايدك عيني؟ شو راسك اللي فوق؟ بس راسك لي فوق. ايدك، ايدك خويا. وايضا الاستاذ غسان ايضا حضر لهذه المباراه. عندك الجو، عندك الجو، قول لي عندي الجو. ذاك الطار ثاني واحد طار يطيروا سلام عليك يطيروا. ايدك بالله كانك مزعج من طشك. هالعب مين؟ هالعب مين؟ وهالعب مين؟ شو بلا وقف وقف، ايدك بالله؟ تعالي تعالي شوي. ايدك بالله. هذا وقت صادق، قال الدروب ملا، تي رحم الوالدين. هالعب مين؟ رحم الله. هالعب مين؟ هالعب مين؟ كل فوق. الك وش تبغى؟ والله ما تعرف والله العظيم. تعال احمد. من وين بقيت؟ من وين بقيت هذا؟ هذا الطيار قومتني. وينه؟ هذا؟ علي لا ما ادري. ايدك علاوي طريق اليسرى اقعد. منو بعد هنا؟ منو عنده هنا؟ ايدك عيني؟ ها بقيته؟ لا لا بقيته؟ عشان لا ولا طاير عوفر. وعليه طريق اليسرى واليسرى اقعد. تعال 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 الكلام يا ولد عليك عمي تعال رجع تعال تعال بهالعظمين بهالعظمين كل المشتلطل شوف الله يدك تعال احمد تعال 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 ابهل عمين بس ايدك وقفها وقف عمين وقف 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 لم نقف المحبين جيبة جيبة يلا 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 جيبة جيبة لا تستعجل لا تستعجل خليني ودع رمضان والعيد هالهلالة يلا نودع رمضان عيني نودع رمضان اي عيني نودع رمضان اي خلي نودع رمضان بمالة تشهي امته بالعيد دمت فرحته
عيني يجي الاستاذ ايدك وراسك يعورك دنك يلا لا تعبون الاستاذ ما عليه خالي ما عليه انت ما عليه شيل راسك عمي شنو القصه لخاطرك كعبه شيل عمي شيل راسك طل 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 شنو القصه شيل راسك وارجع وين مجبيل عمي مجبيل متباوع لعبة حلوة وتول الطرف ارفع راسك يا بالله الف رحمة على والديك ايدك وراسك الف رحمة على والديك ايدك وراسك وبعدين خلي دمي يسرق حتى فرسون اللعبة احنا كل الفاكتور بطل يا ذيب يلا يا ذيب يلا يا صياد اول واحد طلق اليسرى فكن انت طلق اليسرى فكن بو عليه طلق اليسرى فكن طلق اليمنى فكن طلق اليسرى فكن طلق اليمنى فكن طلق انت المدنج طلق وداعتك اي غلط اتحملها انا طلق اليسرى فكن طلعها ليدك طلع تعال اجي تعال فرج لي ابو جعفر تعال باوع شي راسك خالي سيبو باوع عليه استاذي هالعظمين هالعظمين بهالعظمين وهالعظمين هاي ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة بالجوة بس ستة مدى ليدك مدى عندي واحد اثنين ثلاثة والولد الثاني واحد بس عيدا اسم قناه الضياء عيالي بيحتفلون جنهم ورود ويزهون قعدوا سواد يغنون قعدوا سواد يغنون ولا فرح بطاله خليني ودع رمضان خليني ودع رمضان اي عيني نودع رمضان العيد جانا يا هلا رمضان راح الله وياه العيد جانا يا هلا اي والعيد جانا يا هلا جانا يا هلا العيد جانا يا هلا ورمضان راح الله وياه هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات سهل وادي الرافدين ومجموعتها الغذائية أهالي ديال الكرام تعلن شركة أرض الأفراح للاستثمارات هابيلاند عن فتح باب التسجيل للفلل والدور السكنية بمساحات مختلفة في مشروع مدينة أرض الأفراح السكنية في مدينة بعقوبة حيث تتوفر فيها كافة الخدمات من مراكز تجارية وترفيهية للحجز والاستفسار مدينة بعقوبة مقابل جامعة ديالى مدينة أرض الأفراح السكنية هاتف 0780-20-32-000 مدينة أرض الأفراح السكنية من المراعي الخضراء يأتي حليب ميلكرو سريع الذوبان كامل الدسم ميلكرو غني بفيتامين A لتقوية النظر وفيتامين D3 والكالسيوم لعظام قوية والبروتينات والمواد المعدنية لنمو صحي ميلكرو يحافظ على نشاط أفراد عائلتك ميلكرو الغذاء الأمثل للعائلة صابون الجمال جوليات الجديد كل ما تحتاجه بشرتك من المواد الطبيعية التي تنعم بشرتك وتتركها طرية جوليت غني بالرائحة العطرة
جنة الجليد. نونو يلا يا نونو ناخد حمام مع شامبو نونو حلوة الأحلام وبيبدا يومه مع شامبو نونو ولا تبكى عيونه شعرك يا سلام نونو شامبو لطيف والطفل مريح شامبو نونو تسلم لي عيونه خلي الأموم عليكي وسيبي النوم علينا منا يا نونو برنامج برعاية مجموعة شركات سهل وادي الرافدين ومجموعتها الغذائية. أوف السلبني احكي لي احكي لي بالفور هدي بدقيقتين باو علي عمي انت باو علي بس بصفك بالدجاج البيضة خالي انت عمي انت باقي قوم عمر وانت استاذي انت باقي اي ده واضح واضح بالفوق بيتا باسم محمد البغدادي أعزائي المشاهدين نبدأ بتوزيع الهدايا والكؤوس والميداليات ونبدأ من الفريق الثالث لأن الأول والثاني هم بعدهم في المباراة الثالث مكرر بين سهيل من شباب الكفاح والشعب ووسام العزاوي من حي الضباط يلا يا أسد يلا يا بطل ونسمع صفقة للأسد والوسيم البطل مبروك يا بطل يا ثالث من رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وهذا أبو طليعة وممثل اتحاد الحقوقيين سهيل صفقة لسهيل البطل وصفقة للوسيم وسام العزاوي الفرق اللي صعدت لدور الثمانية منو؟ فريق الكرادة الحاج فاضل الكرادي ومحمد الدجيلي صفقة للكرادي الحاج البطل العملاق يا بطل يا للميداليتين فريق الكسرة خالد فريق الكسرة فريق الكسرة يا مصور مصور فطلت عطلت الحلاقين شكرا 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 تحية وصفقة لهم فريق الكسرة محمد جوية يحضر باستلام الهدية انت باقي كاظم زنقنا رئيس فريق شارع فلسطين يلا يا زنقنا ونن الذي فاز بلقب أفضل لاعب في دور الثمانية أفضل لاعب في دور الثمانية كاظم زنقنا طول
طيب طيب ايدك وراسك عيني طيب. فريق الحسينية محمد البغدادي كابتن ومهند الهندي، مهند الهندي ومحمد البغدادي. هندي هندي مكلف هندي هندي. شاكر طليعة من فريق باب الشيخ. هباني نمت عفو. يلا وانا شاكر طليعة من باب الشيخ ونسمع صفقة للعملاق الرجل الكبير الأستاذ. ايدك وراسك عيني ايدك وراسك توياهم ها طلق. ابو حسان اللامي رئيس فريق الامين. ابو صدام رئيس فريق الاسكان ومساعدي سمير هاشم ابو فاتن. يلا يا يلا يلا يا شباب ايدك وراسك. من فريق الحرية جاسم العطار. العطار والعظام السبعة قصدي العطار العملاق بطل العراق مهدي الهندي. مهدي الهندي. محمد الحيدري من فريق ابو تشير. راح 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 ودي الحاج فؤاد من فريق حي الجامعه رئيس فريق حي الجامعه. مهند القصاب. مهند القصاب من فريق الشعب اللي ايضا حصل على درع الابداع مع سهيل ومهند ورياض. بطل قول لي على مدار ما اله على مدار على مدار على مدار اذا ما طوانا طيب. عامر الكرخي رئيس فريق الكرخ الكرخ الجمهوري. سعدية شوي اسحب اسحب سعدية عليه حبيبي استاذ. خالد جوية رئيس فريق قنبر علي. عمار من فريق الأعظمية. حمودي بلحة من الوشاش. أفضل مساعد نزل وهو الآن إن شاء الله كابتن يا بلحة حتى تستلم نيابة عن هذه الهدايا مقدمة من شركة سهل وادي الرافدين. ها وليد سمراي أبو بيداء من المربعة كأفضل فريق خسران. هدايا مقدمة من شركة سهل وادي الرافدين للفرق ولرؤساء الفرق ولأفضل فريق ولأفضل لاعب. أحسن فريق خاسر إيه المربعة فريق المربعة كأفضل فريق خاسر. ميثاق العطواني ميثاق له أبو كرار العطواني من فريق العبيدي. فريق سامراء يستلم حج فؤاد نيابة. اول دور خسر ابو طليعه شو مصحت العفو. هديه لابو طليعه علي رئيس اللجنه التحكيميه علي الكردي يلبسه الوسام ويعطيه هديه ابو وسام. المخرج علي السعدي مخرج قناه الديار الفضائيه وتحيه الى
30 يوم رافق البطولة من الإخراج، ونستقبله بصفقة قوية. عمر الجراح من الإنتاج، الأستاذ عمر الجراح مدير الإنتاج. الصديق والعزيز عبد الرزاق الحسيني من مدير التصوير، من إدارة التصوير. عمر الكاس جنة شكليته بالنسبة لك، عبالك شايف شكليته. طارق نصر الله من الشؤون الهندسية. هسه يعترض فيصل ياسر، شو ما تعطونا هدية؟ احنا قناة الديار وسوينا لكم كل شيء، بالكذب ما قدمتوا لا وسام لا اي شيء، يعني انتم ما اعرف يعني نسيتونا تشفر الكواليس. سعدتم مساء فيصل الياسري. شوف سبحان الله، قلنا اعترض فيصل الياسري وقلدناه شلون اعترض، فالهديه مالته موجوده، ويستلمها عمر الجراح الى السيد فيصل الياسري مدير عام قناه الديار الفضائيه. ليش ما استلمها اني واقول كل شيء؟ يعني انا اعرف بما يقول فيصل الياسري. سعدتم مساء زياد الخبر. نيابه عن رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين يستلم هديته الاستاذ المستشار زياد الخفاجي. الفنان المبدع هاشم سلمان. اللجنة التحكيمية، رئيس اللجنة التحكيمية الكابتن علي الكردي شبح. ووليد السامرائي رافق البطولة بالتحكيم من أول مباراة إلى هذه المباراة. ورياض علمدار قل خادماني حبيبي عيالي. أديب البغدادي العملاق الصياد البطل الأسطوري. أبو طليعة الأب الروحي لبطولة المحابس. إذن نتقدم بالشكر الجزيل باسم كل لاعبي المحيبس بالعراق وكل الفرق اللي شاركت وكل الرؤساء الفرق وكادر قناة الديار الفضائية إلى هذا الرجل رعد العزاوي اللي عاد البطولة إلى الوجود. حتى يلبسه علي الكردي. يلا فرقة المربعات نبدأها بفؤاد البغدادي. لو أبديها بحسين تكتلة غير بالطلعة والله تقع سجينة. قبل سلمية وأنا غني
يقدم الموضوع. نكمل الفرقة حسين القيسي. أنا أطيح حسين القيسي أنا أطيح. أنور أبو مرام. يا سبق اسماعي اسماعيل سنفور انت دبل كاست ويا يا ابو القهر بنغلاديشي بالاسل تمن ملك بيدي نمدم حسام السنفور. اذا نبدي بالمصورين. ممثل راعي البطوله والدعايه والاعلام والهدايا والحليب والسايبه كلها يمه كل ابو الدخل مثل ما يقول سنان. وعندي لك هديه، هديه خاصه صابونه جوليت. نبدي بالمصورين. نور الدين شوقي صديقي والقناص اللي علي اللبسه. اخذ الكاميرا من عنده. تفضل تفضل استاذ. تصفيق للمصور المبدع سعد لطيف. المصور الآخر سعد لطيف. وبيرق شامان. هلا بيرق. مساعد مصور غزوان التميمي. غزوان يا غزوان. حياتي يا غزوان. وجمعة سوداني بامبو بامبو سوداني وجمعة سوداني بامبو سوداني يلا يا فرقة ويانا بامبو سوداني وراحوا مجاني هنس حرام 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 أنا منكم ازيكم اشلونكم ازيكم اشلونكم انا لي زمان ما شفتكم امسود بامبا سوداني وراحوا مداني بامبا 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 سوداني. الكادر فهد سعود. وانا فهد. الله يا فهد المصور الكاميرا العامة. وياك وكل الفضل وياك كل العراق وياك يا البغدادي الفضل وياك وكل وكاس افضل لاعب احمد العيساوي. صب صب شكرا 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 شكرا. اذا افضل مبيتشي وافضل مساعد بالبطوله صادق ابو جعفر. البطل صادق. اذا ياسر رعد من الصوت من الصوت ياسر رعد صفقه ياسر. وفاروق عواد من الاضاءه من الصوت الصوت فاروق عواد. يلا يا فاروق يلا يا شباب يلا يا يلا. استريح استريح استريح. وسام ناظم من الإضاءة. يلا يا وسام. وحسين عدنان أيضا. وين حسين عدنان من الإضاءة؟ كافي بعد ليش لا.
حيدر محسن مساعد مصور. وين حيدر محسن؟ انت خلفه مع النوم. حسنين عدنان من الهندسية. اقطع الصوت عن عمر، اقطع الصوت عن عمر، ترى راح يوزع للناس كلها. حبيبي شكرا شكرا شكرا. عندنا افضل مبيشي هو عمر الجميلي. إذن هذا الكاس إلى البطل المجهول اللي ما موجود وروحه ويانا، البطل صلاح أبو سيف، بطل المحابس، ويستلمها أي أحد من الإخوان نيابة. الحاج فؤاد خلي يجي يستلمها. وين تيتو؟ صفقة تيتو؟ تعال تيتو، تعال خلصونا، تعال من اللواعيب، اركض اقرع منا جميعا. يلا يلا يلا. اذا من قناة الإخبارية عمار العقابي. قناة الديار قسم الأخبار. يتفضل الأستاذ سعدي أبو مصطفى لاعب الفضل القديم بتجريده للكأس. ومجبل النعامي رئيس فريق الفضل. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات سهل وادي الرافدين ومجموعتها الغذائية. إلى أهالي ديال الكرام، تعلن شركة أرض الأفراح للاستثمارات هابيلاند عن فتح باب التسجيل للفلل والدور السكنية بمساحات مختلفة في مشروع مدينة أرض الأفراح السكنية في مدينة بعقوبة، حيث تتوفر فيها كافة الخدمات من مراكز تجارية وترفيهية. للحجز والاستفسار مدينة بعقوبة مقابل جامعة ديالى، مدينة أرض الأفراح السكنية، هاتف 0780 20 32 00 00، مدينة أرض الأفراح السكنية. من المراعي الخضراء يأتي حليب ميلكرو سريع الذوبان كامل الدسم. ميلكرو غني بفيتامين A لتقوية النظر، وفيتامين D3 والكالسيوم لعظام قوية، والبروتينات والمواد المعدنية لنمو صحي. ميلكرو يحافظ على نشاط أفراد عائلتك. ميلكرو، الغذاء الأمثل للعائلة. صابون الجمال جوليات الجديد، كل ما تحتاجه بشرتك من المواد الطبيعية التي تنعم بشرتك وتتركها طرية. جوليات غني بالرائحة العطرة. جوليات الجديد. هذا البرنامج برعاية مجموعة شركات سهل وادي الرافدين ومجموعتها الغذائية. عندك احد بعد؟
يا الله هاعن اعطيك كيس حليب بسيطة بس اللي راسك خالي شو راسك خالي؟ ضو عليه خالي الله طلعها برد عليه ايش هذا بطل طيار ايش في ذا خالي؟ خلصت كل القرارات، اخذت دار دور بعدين اسوي لي وين هذا جوا فوق وين؟ ها لا تباعين ما يصير تباعين طلق طلق انت باقي يلا يلا اقعدي بالقاع انتي اوكي تعالي اقعدي هنا انتي اقعدي ما يصير مدي ايدش مدي ايدش طباش طباش هاي ابو جعفر هاي تخبز هاي تجيب الحطب هاي تودي بس هنا هاي تجيب المرقه هل عظمين ذبحنا صخيل ذبحنا شو شي راسك خالي يو 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 بلا عظمين بلا عظمين بالفوق بو عليه استادي فكن استادي فكن خالي شو شي راسك خالي بالله طلق شوي حمر حمر شوي محور فكن استادي قال قلنا فكن خالي انت فكن عيني هل عظمين ثالث واحد فكن خالي بهل عظمين شي راسك خالي شي راسك جمعة السوداني طلق هنا ايش عندي هناك هل عظمين بهل عظمين جمعة لقد تورطت انت تورط يا جماعة بتجوى طلع حديدك طلع فكي ما يخالف عمي ما يخالف انت قاعدك شو خصاف عمي انت فكي طلع شي راسك والله شي راسك قلنا لك انت شي راسك شي راسك خالي قاعدك كل الفاك طلع عيدة رمبان راح الله وياه العيد جانا يا هلا العيد جانا يا هلا العيد جانا يا هلا العيد جانا يا هلا Yeah.
شعبان راح الله وياه. ويتفضل السيد سعدي ابو مصطفى لتقديم هذه الهديه من التقديريه من رعد العزاوي رئيس اللجنه المنظمه للبطوله. تفضل استاذ سعدي. هذا الخبر في هذه الصحيفة أمسية رمضانية في الفضل. أبو شوارب ينتزع المحبس من 400 شخص. لطيف أبو شوارب من عمالقة المحبس ومن مؤسسي لعبة المحبس. تحياتنا إليه وتحيات اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة رعد العزاوي. كل الكل يا اخوي فريقين كل شو لك عني؟ وخل عفو حبيبي اخويا ضو علي عيني شو استاذي ضو علي والله كل الفوق طول مد ايدك مد مد هلا ايدك ده ياخذ ما اخذ اصبر لي طيب با علي با علي با علي فك طلع على ايدك طلعها مد ايدك استاذي مد ايدك استاذي يا اخي وقف لي ايدك وقف امرت اللخ وقف ايدك لا اله الا الله وخرج وخرج بس شوي هو صاير ظهر هالعظمين بهالعظمين بهالعظمين بس بطل العراق خامس اي هذا اي راسك يعني راسك هسه اجيب لك حبيبي خادم قهوه دول نبيت بس انت محسوب جوا فوق ما اعرف تعال ما ادري والله مش لك لا ايدك عيني اجل الموضوع شو راسك؟ شو راسك عيني؟ راسك خويا بس شيل راسك عيون شيل راسك حبيبي شو عندك بجوبك؟ تعال شو ايدك والله؟ شو راسك اللي فوق؟ صغر بقى علي يا حبيبي طل جديد لا 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 ركبت مختلف وين العهد والايمان الله على العهد يشهد وين العهد والايمان اي وين العهد والايمان اي وين العهد والايمان
اثنين بالدنيا للحب والوفا جينا اختلفنا اثنين بالدنيا للحب والوفا جينا تحدينا الزمان بزودنا عاد القدر لينا خلقنا الروح ويا الروح مو من كذب حبينا كتبنا اسرار عشرتنا وسط قلوبنا مخلت وين العهد والايمان اي وين العهد والايمان وين العهد والايمان الله على العهد الشام النتيجة هاي عيني هاي من اللجنة التحكيمية من وليد السامرائي الفضل خمسة أربعة نرجيلة عندك هنا المشتل أربعة جايك واصل هنا هل عظمين هل عظمين نعم كل اللي فوق طن هناك وش تلعب شيلك علي والله شو راسك فوق والله يدك أحمد لك دقيقة ونص دقيقة ونص وتحية من كادر الديار الفضائية إلى الأستاذ أنور الراعي لهذه البطولة إيدك والله تعال أحمد تعال 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 هل عظمين كل الفوق الجوطن تعال أقوى واحد ياهو هذا كش كان مزور الفوق كش رجع يعني بيد الأصلي بيد الطيار العظمين بهالعظمين كل الفوق متجوطن إيدك والله إيدك ما تلف بس شوف يا بليس رجلنا بس شوف يا بس هيك منعنا بس شوف يلا الأستاذ باقي لك عيني باقي لك 50 ثانية شو والله إيدك بس إيدك عيني 50 ثانية باليسرى ايدك والله يلا اي يلا هوك استعجل وقفها طلع ايدك عمي بس اطبقها اطبقها يا اختي ايدك والله وقفها يعني يا ابو مدري دلع ايدك يا ابو ايدك لم لم بنا ما عاش الاستاذ ايش بتقام يسوي لك هيك ويرجع لا يا رجع هالكاميرا هاي ايدك عيني ايدك خويا ايدك عيني ايدك خويا شو راسك عيني راسك خويا راسك عيني راسك عيني راسك خويا ايدك وراسك استادي ايدك وراسك حبيبي راسك عيني راسك عيني راسك يبو راسك عيني اوي يما مكفشه اوي راسك والله يدك تجيني امي باباتي قلب شو لك عداوي شو راسك بفوق ما
باقي لك نص دقيقة أخويا. بو علي عمي. أحمد. هذول عندنا اثنين وعلي وياهم يعني كلهم متوقعين معهم. فرزة. أحمد علي باقي لي ثلاثة في دول عنه. هل عظمين؟ هل عظمين؟ بهل عظم؟ بهل عظم؟ بهل عظمين؟ بهل عظمين؟ بهل عظمين؟ وهل عظم بس؟ بول! ما ظن بالخلق واحد يشبهنا ويقول اقدار موسى محبتنا ولا ايام تتصور ما ظن بالخلق واحد يشبهنا ويقول اقدار موسى محبتنا ولا ايام تتصور هاي سنين صار لنا سنين 14 واكثر بالفرحة قضيناها هاي سنين هاي سنين صار لنا سنين 14 واكثر بالفرحة قضيناها وين العهد والأيمان وين العهد والأيمان وين العهد والأيمان الحج موجود بعد جاء عايش ايش عاد النتيجة من اللجنة التحكيمية وليد السامرائي المجدل 6 الفضل 5 وأيضا حضروا رؤساء فرق وضيوف وحضر الحاج حسام العيساوي من وزارة المالية لهذه البطولة وباللعبة الختامية أهلا وسهلا بالضيوف الكرام هذا باقر من الكاظمية حياوي من البلديات وأيضا رسائل من الجالية العراقية علاء هوبي تحياته إلى كل الفرق وبالأخص الفضل وهو من سوريا يقول إحنا في سوريا ونشاهد رغم الأحداث نشاهد المحابس أيضا من النجف ومن كربلاء ومحمد وكرم الكردي وأمجد وحيد مدري أمجد فريد مدري أمجد بيها شي وكل الأخوة وعدنان العلوان في النجف يحيون المباراة إيدك عيني تعال أحمد شراسك عيني ومصطفى الحلاق ايضا ومحمد جويه وحسان تيتو وابو طليعه واقف يمي هالعف هو عليه طيب هو عليه هو عليه هو صادق وياك صادق وياك صادق وياك يلا ماشي اتفقنا عمي باو عليه طل عمي باو عليه حسوني طل راسك عين شيدك والله طل عفوا مش بالخير خلي بو علي عمي طل بالاخير تلعب العب العب هل عمي هل عمي كلكم ابطال لانه اللي محي بس مو واحد بو علي مو بالله هل عمي هل عمي شيد راسك كل بطل لك بطل ايه طول قلي يسرق اقعد ايدك خويا انت قاعد لعينه بقي هل عظمين هل عظمين كل فوق طن ايدك بالله عظمين هل عظمين هل عظمين من بعد عندك هل عظمين هل عظمين بهل عظمين بهل عظمين كل فوق والجو طن هل عظمين
بقيت من وياهم؟ عوف هذا بالنص. اي هذا قوة. اي لا خلينا اطلق لك واحد. هذا وين؟ هلاوي. لا بس هذا شوف شوف شو مو طيارة. هذا شنو التفاق؟ هذا شنو؟ غالي التفاقم. التفاقم. قلنا العب مين؟ ايدك على وين؟ العب مين؟ يلا. تعال احمد تعال قد بقى بقيت باقي لك عيني ايدك هل عظمين ايدك والله كل اللي فوق وجه وطن ها شكو مستعجل هذا ما بيده تبس بعد رمضان ما خلص قاعد لا تعاني الله اكبر عيد هود يا قلب واهجع شويه هود يا قلب واهجع شويه شحصل قيس من العامريه شحصل قيس من العامريه المجتل 5 الفضل وهذا العيساوي واحمد مجبل مجبل النعيمي عفوا راح يحطون الكاس راسك والله تستلم على اساس ما راسك عيني احسن فريق راسك عيني راسك عيني راسك عيني وقف احمد وقف وقف انتظر يا شو احمد ايدك عيني سالم احمد لا تقعد لا توديها سالم تروح هناك كم تتعشى تضرب العشاء تندلة ما ندلة تندلة تتعشى هنا ما باب الحسين ابو التكة كل الفوق طلق لا وش تلعب وش تلعب باب العباس العب مين الجو طلق باب الشيء كل الفضل وياك يا كل الفضل وياك الديار كلها وياك المربع كلها وياك هاشم سلمان وياك العراق كلها وياك او خلهم يسلون ذول اهل الغوى
صرت للعلة انت احسن دواء، صرت للعلة انت احسن دواء، حقك انت لا تظل متغاوي وكل الفضل وياك، الفضل كله وياك، الفضل كله وياك. كل الفضل وياك، صام قولك سوا خلهم يشلون دول اهل الغوى، صرت للعلة انت احسن دوا، حقك انت لا تظل متغاوي وكل الفضل وياك، الرشيد كلها وياك والديار كلها وياك، علي سعدي وياك يا بلديار وعمر الجراح كلها وياك. تحمل بس ما تقول الطيارة ماكو من تسحب بالجو؟ ها عيوني. سيد فؤاد مطلوب. إذن أعزائي المشاهدين، النتيجة من اللجنة التحكيمية ومن وليد السامرائي، إيش قد صارت؟ المشتل 8، الفضل 5، وهذا باقر ومساعدة سيد ميثم من الكاظمية حضره أيضا، وإن شاء الله سيتم تكريم فريق كربلاء وفريق الكاظمية والكابتن باقر والمساعد ميثم أيضا، وفريق كربلاء سيستلم الكاس نيابة. رافق عيني ايدك، ايدك والله رافق عيني ايدك. هذا نائب ضابط سابق وعندك الحساب، مو نائب ضابط قيس انه شلون دراسك، بس انا مو بيدي احب الرجال السهيل، اشجع السهيل حتى وهم الشباب دول ما عاد كثير يعني الشباب 85 مالي 65 طل تمشي طل خلي هذا باقي الى حد وتعلقته الى حد ايش شوي 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 خلصت خلصت يعوفة يعوفة خلاص ما تقدر تسويها الا يا ابو يا ابو يا ابو في يا ابو يا بغداد الحبيبه والشعب السوق يا ام دجله وفرات وبابل وعاشور ويلي يا بغداد الحبيبه الشعب مسرور مسرور يا ام دجلة وبابل وعاشور الا مامون مامون الوطن واحنا الى سور الا يظل حبه بوسط القمور يا ابا 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 We'll be right back.
النتيجة 9 المشتل 5 الفضل. راسك عيني. شو والله ايدك؟ وقف عدل. شوف هذا صار واحد هناك ثاني واحد هناك. صارش واحد هذا ابو الدجاجة صفرة بوحدة. كل اللي فوق طل! تعال 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 فوق تعال تعال. بالعظمين واحد كل اللي فوق وجوطن. لا خوش بس ابدا افرز هذاك واقول لك بالاسرائيل هذول اللي انت فرزه منه. بس وقف عدل. اي بس وقف عدل. بس واحد من عندكم استاذ خل نشوف لين لا تستعجل. واحد من عندكم لو انت الاول رجل وقف يوم واحد اخوي. تعال يا حبيبي. يلا عين. ما في احد. ايدك. يمنى. يسرى. يمنى. عاد الامام. يلا يمنى. راسك استاذي يابا خالي عمي تاج راسي يا معود خالي عيني راسك رجلك راسك عمي احمد ترى ماشي راسك قاعده في دول عينك بو علي عمي بو علي استاذي بس اللي راسك خالي شيل راسك شيل راسك عيني بو علي استاذي شيل راسك عمي شيل راسك حبيبي بو علي يابا بو علي بو علي استاذي باو عليه عيني استاذي شيل راسك خالي شيل راسك بس شيل راسك قلت له خالي مرت له استاذي بالله حجينا انت فكنا عمي الاثنين عنده هالعظمين والدافوع بالفوق
شويه شو طلع لي ده؟ شو راسك علي ابو علي؟ طلع حديدك سعديه واخري تلعب هاي ارجع ارجع كل ما يمر يغزر غزر كل ما يمر كل ما يمر اي كل ما يمر كل ما يمر اي كل ما يمر بلعب مين بلعب مين هذا هذا بالفوق لك وش تلعب لك بابا علي عمي فكن عمي فكن لا تقولي لا طل طلع عيدك عمي ما مستعجل عندك شيء قولي يا ابويا ادري طلع عيدك خالي اثنيناتهم عشرة عشرين انت فكهم بو علي شراسك خالي شراسك شراسك خالي شراسك طل بس شوية ضوه ضوه هو طي طي ارجع عنا طي عنا طلق لي يسرى فكهم طلق لي من اقعد شو راسك خالي؟ شو راسك تب الله؟ هذا ما خليه هذا ما خليه شيل شيل راسك طلق شو راسك خالي؟ عشرتهن طلق اليسرى اقعد هالعظمين بهالعظمين بالجوا بس شيك لي الفوق شيك لي الفوق استادي عيني شوف لي صاحبك هذا الولد شوفه صاحبك شو راسك؟ شو الله باو عليه؟ واحد على واحد وكل على الله شو استاذي تباو عليه عمي؟ هالعظمين بهالعظمين بهالعظمين منو بعد؟ الدافوع والدافوع بس قاعد واحد استاذي صار صار تعال صار شفت هذا؟ شو طلع عليه؟ طيب بس هيك وقف ليدك وقف ليدك خلا باوع استاذي بس وقف ليدك يا عمي وقف ليدك يا حبيبي عشان شغلة هاي وقف ليدك عمي وقف ليدك استاذي رحمة لأمك هاي فك هالعظم هالعظمين بذاك العظم يلا تحمي طلعها فك العين
هالعظم بهالعظم ذاك العظم بعد. طلع المقطع الثاني. طلق. لحد يا ربي شلون تاليها لحد يا ربي شلون تاليها حسنك لهالي الفضل سابيها حسنك لهالي الفضل سابيها سابيها لحد يا ربي شلون تاليها لحد يا ربي شلون تاليها حسنك لهالي الفضل سابيها حسنك لهالي الفضل سابيها ولحد يا رب لحد اي وحسنك لهالي الفضل سابيها لي زادي ومشربي حسن سباني يا معودة سبي حبك لي زادي ومشربي عينك الوسعة مثل عين الضبي عينك الوسعة مثل عين الضبي يا نبعة الريحان عاشقين أولهان يا نبعة الريحة عاشقين أولهان أدعيك ربي اللي تخليها ولحد يا ربي شلون لحد يا ربي شلون حسنها للفضل سابيها عاشقين أولهان يا نبعة الريحان عاشقين أولهان أدعيك ربي اللي تخليها ولحد يا ربي شلون لحد يا ربي أي حسنش لهالي الفضل سابيها حسنش لهالي المشتل سابيها. الله يجزاك خير استاذي بو علي عمي يعني اوكي حتى بو علي النتيجه شوف شلون من اللجنه التحكيميه وصل قبل هالعفو بو علي استاذ رحمه الوالدة المشتل 9 بو علي عمي فضل 7 وهذا سنان بو علي عيني ابو شركه السهل بو علي خالي الاعلام لشركه السهل وعد الرافدين شيل راسك خالي الله الله يا سنان بو علي عمي هالعظمين هالعظمين بهالعظمين هالعظمين
بهالعظمين بتجوا بس. روح ابو جعفر روح شكل فوق يلا. سيبوه سيبوه يلا ابو جعفر استادي كل الفوق طل. هلا هلا يا بطل يا صياد يا عملاق يا اسطوره دروح طلع ليدك استاذ كم الثلاثات بس وقف لي هذا باوع وقف هيك وقف هيك فك الهاي طلع ليدك الثام فك الهاي طلع طلع الله الله يا بطل يا صياد بطل جيبوه 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 اي والله الله يخليك كابتن انت بالبيت اي يعني شخص دقيقه باقي بس انا عفوا انا بلعب وين بلعب باقي لي ثلاث خل تخلص دقيقه على اخوي بعد دقيقة إيه بعد دقيقة هواي عشان بقي لك دقيقة خمس ثواني إيه العشرين هذا هو شوف أول واحد ثاني واحد ناكل الله يلا العب مين؟ العب مين؟ العب مين؟ العب مين؟ ثاني واحد واول واحد كل الفوطن لك وش بلعب؟ تعال 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 بابا قعدت اثنين عيني بعد بول تعال قلبي انصاب بعيونه وصاب القلب شلون شلون صاب القلب ما اسمع صاب القلب صاب الدليل وطره لما انغزرني مره صابتني الهيل وطرة لما انغزرني مرة عيني هذا يا الله تشفيني الشرة يا الله بتشفيني الشرة ما اقدر انا على فنون وصاب القلب شلون شلون صاب القلب Bye.
راسك استاد يرفع على الاستاد. شو راسك عيني؟ شو راسك؟ يقول له ايدك ايدك وراسك شبابنا عيوننا. ايدك عيني. ايدك راسك عيني اللي فوق، راسك اللي فوق. اه. انت ثاني واحد؟ ثاني واحد وهذا اللي كسير جسمه نزلنا عليه. وانا ودي جاش البيضة وسكسوه قبل الصبحة. بالنص ولا الصبحة؟ شو يدك عيني؟ شو راسك؟ راسك عيني. راسك فوق. راسك عيني. راسك لي فوق. شو راسك؟ راسك لي فوق. راسك عيني. شو راسك؟ علاوي داح علاوي. يا اذا اعزائي المشاهدين هاي الهدايا اللي تشوفوها هذا التشيز تم تايد وهذا الحليب وهذا الشاي وتنكات الدهن للفائز الاول وهاي المتاع اللي تشوفون هنا تنكتين الدهن والشاي والصابون والبيبسي اسمه هذا سابا كيفكم ميرندا للثاني وهذا هذا للاول وهذا الثاني وهذا لفريق كربلاء أهدأ فريق وألطف فريق الفريق المثالي شو يدك عيني؟ شو راسك يا هذا البرنامج برعاية شركة سهل وادي الرافدين ومنتجاتها الغذائية ملاحظة يا أعزائي المشاهدين قبل ما يصفر الحكم معلنا نهاية البتاع نقول مدينة أرض الأفراح السكنية سيتم التسجيل بعد العيد مباشرة في بعقوبة مقابل الجامعة في نفس المكان يتم التسجيل على هذه الفلل عندك هذا الشارع العام هاي سيارة مسروقة بس فايتة منها معلن بيها هذا لا أبو البرازيلي إجا منه لا تحكي أنت مالك عم تحكي فين هذا؟ بعدين قاعد يلا استاذ خذ رأي خذ قرار واحد اثنين ابو شوارب ثلاثة بوم ايييييي ابو عيال قلت لك شوف لي اياه قلت لك شوف لي اياه برد الروح ملكة الله يا رب وهذا الكاس الى فريق كربلاء فاز بالفريق المثالي بهذه البطولة يستلمه السيد عقيل من كربلاء مرحبا مثل فريق كربلاء هذا الوسام إلى سالم النقاش
نيابة عن السيد عقيل من كربلاء وهذا الكأس إلى فريق كربلاء. وباقر من فريق الكاظمية. سيد ميثم المساعد من فريق الكاظمية. سيد ميثم سليم وسمن. عامر الكردي من الحبيبية. وين عامر الكردي؟ من يستلمها مكانه؟ محمد من بعد. والكابتن علي الكردي الشبح رئيس اللجنة التحكيمية ورئيس فريق الكم القيلاني. رياض الشيخ، رياض الشيخ الملقب بعلم دار أيضا الكابتن في فريق الكم القيلاني. وسيد وليد السامرائي خلي يعطيك اياها اي لبسك اياها سيد رعد العزاوي. اذا بقى عندنا الكاسين والهدايا للفائز الاول والثاني، وهذه اخيره لفريق المشتل سبعه فريق الفضل. وخليكم ويانا للدقائق الاخيره، نحن نسلم عليك ونقول لك كل شيء تمام. والله ايدك ايدك عيني. شو والله ايدك عيني. شو راسك؟ راسك عيني. ايدك شو راسك؟ شو راسك عيني. شو راسك على ايدك؟ والله ايدك شو راسك؟ راسك عيني. راسك عيني. راسك اخوي. شو راسك والله؟ علاوي الولد هذا، شو توقعاتك للمباراة علاوي؟ شو والله يدك؟ شو راسك فوق؟ سهيل شو يدك؟ شاب يعني تدور روح لك يعني لا تخلينا بحراز يعني ذولا فريق قلتوا فريق عم يبشر بابو سجاد. جيب الكاس جيب ولا اجيب اجيب وين اجيب جيب الكاس اجيب وين اجيب. انتهت انتهت بطولة المحابس، انتهت بطولة العراق بفوز فريق المشتل. إذن أعزائي المشاهدين تقبلوا تحياتي محدثكم هاشم سلمان وتحيات المخرج علي السعدي من الديار الفضائية، وإلى اللقاء.